ما هي أرخص المناطق للإيجار والعيش في كندا؟ وما هي المناطق الجيدة واللي بها مدارس أيضا جيدة؟ كثير منكم يسأل هذه الأسئلة، خلونا نبدي وياكم هذا المشوار مع علاء يونان، وكيل عقاري مجاز في كندا ومؤسس شركة علاء يونان للوساطة العقارية في كندا أيضا. تابعونا. الكثير منكم يلاقي صعوبات لما يوصل إلى كندا، وواحدة من هذه الصعوبات أنه إيجاد منزل. إيجاد منزل في كندا راح تحتاج مجموعة أشياء. أول شيء راح تحتاجه أنه الكريدت سكور والكريدت ريبورت اللي تبين بيها القابلية مالتك، ويبين بيها إيش قد أنت دافع البلات اللي هي اللي تجيك من المي والكهرباء، وإذا عندك اللون مال السيارة اللي انت مشتريها من البنك. هاي الاشياء مهمة جدا تعرفها. اللاندلورد او اصحاب البيوت مثل ما نقولها راح يحتاجون منك انه انت تنطيهم هذه المعلومات، لكن كشخص جديد في كندا ما راح يكون عندك لا كريدت سكور ولا كريدت ريبورت ولا راح يكون عندك شغل حتى تقدمه لاصحاب البيوت. لكن شنو الأشياء اللي تقدر تقدمها بالمقابل؟ خلونا نقول لكم. أصحاب البيوت بالعادة يأخذون التننت أو المؤجر ويطلبون من عنده مجموعة أوراق، من عندها الكريدت سكور، كريدت ريبورت، ويطلبون من عنده جاب لتر، يطلبون عنده الرفرنسز. هاي أشياء راح أنت تشوفها لما توصل كندا، لكن شلون تقدر تتجاوز هذه الأوراق كلها بهذه الطريقة؟ أول شيء إذا تجي كندا راح أشوف لك، أول شيء أشوف لك صديق أو جارنتور، يعني شخص يوقع يسموه كوساينر أو جارنتور. هذا الشخص راح يوقع مكانك، لكن مو معناته أنه هو راح يكون قاعد بالبيت. هذا راح يوقع مكانك على أساس أنه هو راح يضمنك أو يكفلك بأنه أنت راح تدفع الإيجارات الشهرية لصاحب البيت. طيب إذا ما لقيت هذا الشخص شنو تقدر تسوي؟ إذا كانت عندك الإمكانية المادية حاول تدفع. القانون في كندا هنا كل أصحاب البيوت يأخذون الشهر الأول ويأخذون الشهر الأخير مقدار الإيجار. إذا قدرت تدفع أكثر، 4 أشهر، 5 أشهر، 6 أشهر، سنة، طبعاً صاحب البيت راح يحس بأمان أكثر حتى أنه ينطيك البيت ويوقع لك الأوراق ويخليك تقعد ببيته. ليش هذا الشيء صار وليش أصحاب البيوت نحسين إلى هذه الدرجة؟ طبعاً القانون الكندي يحمي المستأجرين أكثر من أصحاب الأملاك، أصحاب البيوت. ولهذا إذا يقعد شخص، هذا الشخص المالك إذا يقعد شخص بالبيت راح يكون عليه صعب جدا أنه يطلعه، إلا إذا يكون هو يريد يقعد بالبيت، أو أخته أو أخوه أو بنته تتزوج أو ابنه يتزوج أو يريد يبيع البيت. هذه الحالات فقط يقدر يطلع المستأجر من البيت، لكن غير هاي الحالات ما راح يقدر يطلعه. فلهذا الناس اللي أصحاب البيوت أصحاب الأملاك يحاولون بقدر الأمكان يضمنون نفسهم بقدر معين من المعلومات، بقدر معين من الأشياء اللي تضمن أنه هذا المستأجر راح أنه يدفع المونثلي بيمنت اللي هو الإيجار الشهري. والطريقة الوحيدة اللي شفناها مناسبة أنه تدفع لي صاحب البيت أشهر إضافية. الأشهر الإضافية إذا يكون عندك إمكانية ادفع أشهر إضافية أفضل لك، لأنه كل شخص يجي إلى كندا طبعاً أول 10 أيام، 15 يوم، أول شهر ما راح يلقى شغل، زوجته ما تلقى شغل، ابنه ما يلقى شغل، بنته ما تلقى شغل، أطفاله ممكن يروحون إلى جامعة كلية أو مدارس، راح يكون صعب على العائلة أنه كلها تشتغل مرة واحدة. فهذا هو واحدة من الأشياء اللي تخلينا انه نشوف لك مكان وتستقر انت وعائلتك في هذا المكان،
وحتى أنه تبدي حياتك الجديدة في كندا. نصيحة مهمة جدا لكل الناس اللي تجي إلى كندا جدد، وهذا الشيء شفته بأكثر من عائلة وأكثر من شخص اللي اجى إلى كندا وحاول أنه يلقى له بيت. هاليوم أنا وكيل عقاري، اسمي علاء يونان وعندي مؤسسة عقارية في كندا. إجاني شخص اتصل علي وقال لي أنا أريد بيت بفلان مكان، ونفس الشخص اتصل على 10 وكلاء عقاريين آخرين. شنو راح يصير؟ أول شيء ما راح أني أقدر أشتغل ويا هذا الشخص وخدمة، لأنه أني و11 وكيل عقاري آخر يعرفون بكل التفاصيل مالته، ودي يشوفون بالسيستم، هو نفس السيستم ونفس البيوت الموجودة عند باقي العقاريين موجودة عند علاء يونان. فماكو داعي انه انت تروح على 5-6 تخابرهم تقول اريد لي بيت، اريد لي بيت، شوف لي بيت، انا اريد ايجار، انا عائلتي. خليك مع شخص واحد تثق به، والناس منطتك تليفونه او الاصدقاء في كندا منطيك تليفونه، وانت شايفه به السوشيال ميديا على اليوتيوب، على التيك توك، على اي مكان، او تعرفه معرفة سابقة وتعرف انه هذا الشخص هو اليوم وكيل عقاري. هذه نقطة مهمة جدا، لانه انت راح تتشتت افكارك في اكثر من شخص، وراح هذا يخابرك يدزلك ايميلات بالبيوت اللي عنده، وراح ما تقدر تأجر بيت لمدة أشهر. هذه نصيحتي لكل الناس اللي تجي على كندا وتحاول تأجر بيت، لأنه شفت هذا الطريقة يعتمدوها الناس هواية، وهذه الطريقة خاطئة وتخليهم أنه ما يلقون بيت، ما يأجرون بيت، وبالتالي أنه يوصلون إلى مرحلة أنه دي يدفعون هم قاعدين بالفندق أو رايحين على شركة معينة ماخذين بيت إيجار مؤقت، وهذه كلها مصاريف تتحملها أنت وعائلتك، وهذه كلها تأخير، لأنه أول شيء تسويه لما توصل كندا هو البيت. البيت هو أهم شيء، لأنه البيت راح يقرر وين راح تعمل، أطفالك وين راح يروحون مدرسة، وشنو مكان عملك، وهل تحتاج سيارة أو ما تحتاج سيارة حتى تتنقل من مكان إلى مكان، وهل هذا المكان راح يكون قريب على السوق أم بعيد على السوق، وراح تحتاج مواصلات وسيارة أيضا. طيب راح تقول لي علاء يونان أني أريد أشوف بيوت في مناطق معينة وأريد أعرف شنو الأسعار وأخذ فكرة عن الأسعار. احنا راح نعطيكم افكار بسيطه وسريعه عن الاسعار. مثلا مناطق مسيساغا بها البيوت تتراوح من 2800 دولار كندي، طبعا 2800 دولار وانت صاعد. هذول بيوت بها 3 غرف نوم، ممكن تكون تاون هاوس اللي هو 3 أو 4 بيوت مطبوقة مع بعض، لكن كل شيء عندك يكون مفصول، يعني الباك يارد، الحديقة مفصولة، الجراج مفصول، الباركينج مفصول، كل شيء يكون مفصول، لكن الشيء الوحيد اللي يكون متلاصق وياك هو حائط واحد فقط وما تسمع صوتهم أبدا. هذه الأسعار في مساقة تبدي من 2800 وأنت صاعد. ابو 2800 او 3000 ممكن تلقى البيسمنت مالته مو انكلودد، يعني ما راح يكون ويا الايجار، لانه اكثر الناس ياجرون الطابقين الفوق وياجرون البيسمنت مفصول حتى يسوون انكم اكثر. نجي على منطقة اسمها برامبتون، وتصير تقريبا بالحدود ويا مسيساغا. هذه المنطقة ايضا بيها البيوت اسعار الايجارات في هذه المنطقة عالية، وتبدأ من 2800 وانت صاعد. نجي على منطقة اسمها ايجاكس، هذه المنطقة تبعد عن مسيساغا اكثر من 45 دقيقة على الايست، وأسعار الإيجارات بيها
تختلف عن مسيساغا بحوالي 500 أو 600 أو 700 دولار على كل بيت. أكو بيت 2550، أكو بيت 2700، أكو بيت 2750 وأنت صاعد. المنطقة الأخرى اسمها أوشاوا وتبعد عن إيجاكس تقريباً 10-15 دقيقة، ربع ساعة، تقريباً 20 دقيقة ممكن، وتبعد عن مسيساغا حوالي ساعة سياقة. أوشاوا أيضاً منطقة جميلة، لكن أسعار الإيجارات بيها هي أقل من مسيساغا وأقل من إيجاكس أيضاً، مثلاً بيها يبدي 2250-2300 البيوت اللي هي 3 غرف نوم. لكن في وينزر هي بعيدة عن مسيساغا تقريبا 3 ساعات إلى 3 ساعات ونص سياقة، اللي هي باتجاه لندن أونتاريو واللي هو باتجاه الويست، وهي على الحدود مع أمريكا. يعني تفصل وينزر وأمريكا، يفصلهم جسر أو جسر تحت الماء اللي يسموه تنل، هو هذا جسر جو المي، وأما جسر اللي هو الجسر الكبير. وهذه المنطقة أسعار الإيجارات فيها رخيصة جزئيا، وهي حوالي 1800 إلى 2500 تلقى لك بيت هناك. لكن هل أنه هذه المنطقة راح تناسبك وتناسب عائلتك؟ لأنه فرص العمل بيها قليلة جدا جدا جدا، ومقارنة بمسيساغا وبرامبتون وفان يورك ريتشموند هيل وهذه المناطق. المنطقة الأخرى وهي هاملتون. هاملتون تبعد عن مسيساغا 0.5 ساعة إلى 45 دقيقة، وبيها فرص عمل جيدة، منطقة جيدة، منطقة جميلة، لكن لا تسكن في الداون تاون، بيها خطورة وبيها مشاكل. هذه المنطقة بيها منطقة اسمها الجبل أو الستوني كريك، والأسعار الإيجارات بيها تختلف عن مسيساغا أيضا 700 أو 800 دولار أو 1000 دولار بالشهر على البيوت اللي هي 3 غرف نوم. لكن لما هاليوم تجي تسأل علاء يونان تقول له شنو الأوبشنات اللي عندك، شون أني أقدر أساعدك بهذا الموضوع؟ النقطة المهمة جدا، هل اليوم أنا أسكن بهاملتون وفرص العمل بيها 50% عن فرص العمل بمسيساغا، والفرق عن مسيساغا هو 800 أو 1000 دولار؟ أقول لك لا، أسكن بمسيساغا، أسكن ببرامبتون، أسكن بيورك اللي هي فان، وودبريدج، ريتشموند هيل، هذه مناطق منتعشة، تورنتو أيضا، هذه مناطق منتعشة بالعمل، وإذا بسهولة جدا راح تلقى بيها فرصة العمل، وبسهولة جدا راح تلقى بيها الدفع المناسب لك واللي يكفيك أنت وعائلتك. طبعا الكل يعرف الأسعار في كندا ارتفعت ارتفاع قوي جدا، يعني هاليوم إذا أنت من عدل إيجار مالتك 3000 دولار راح تحتاج إلى 500-600 دولار أخرى للتأمين مال السيارة. راح تحتاج إذا أنت مشتري سيارة كاش، ما راح تحتاج الفاينانس اللي هو مال بنك، تدفع للبنك. أما إذا سيارتك تأخذها من البنك راح تدفع لك 500 دولار أخرى. فأنت بهالحالة أنت دافع 4000 دولار بالشهر وأنت ما مسوي أي شيء بعدك. لازم يكون عملك، ما تعمل وحدك، تعمل أنت وشخص ثاني حتى يساعدك بالعمل، وتحاول بقدر الإمكان حتى أنه بالبداية تقلل المصاريف والإكسسوارات مالتك حتى تقدر تقاوم وتبني لك شيء وتجمع شوية فلوس، وبالمستقبل إن شاء الله تشتري لك بيت في كندا وإقامة ممتعة وزيارة سعيدة، وإن شاء الله تشوف في كندا كل الأشياء اللي تتمناها عائلتك لمستقبل أفضل. أخوكم علاء يونان، وكيل عقاري مجاز في كندا ومؤسس شركة علاء يونان للوساطة العقارية. شكرا لكم، تليفوناتي ظاهرة على الشاشة. احنا نشكركم،
اللايك والشير طبعا حتى توصل المعلومة للناس اللي محتاجيها، ومشاركة في قناتنا أيضا حتى تنطينا دعم أكثر أنه نقدم لك الأفضل دائما. شكرا لكم وتحياتي.